بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية برضو مش هننسى أبدا إخواتنا وحبايبنا وأهلنا وحتة مننا في فلسطين، في غزة، في سوريا، في لبنان، في السودان، في الأردن، في أي مكان في العالم أصابته نكبة الحرب. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم احفظ شبابهم ونسائهم وشيوخهم وأطفالهم. اللهم احفظ جيوشهم يا رب. اللهم احفظ أرضهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات يا رب. اللهم انصر كل بلاد المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم فرجا قريبا وفرحة قريبة بإذن الله. ده كان الدعاء بتاعي، يا رب يتقبل يا رب، ويا رب يا رب اللي يقدر على أكتر من كده ما يتأخرش. وطبعا برضو ما ننساش سلاح المقاطعة أبدا. الناس اللي قالت إن المقاطعة دي ناس شغالة فيها يعني مصريين أو أصحاب البلاد نفسها، لا، ممكن أوي يشتغلوا في مصانع أو شركات مصرية ويتجنبوا خالص. والسلاح ده الحقيقة ممتاز وفعال جدا. اللي يقدر على اكتر من كده يا ريت ما يتأخرش. طيب ندخل في الفيديو بتاعنا على طول. في ظل غلاء الاسعار والازمة الاقتصادية اللي احنا بنمر بيها كلنا طبعا متأثرين بيها، اكيد اصبح من الضرورة كلنا ندور على اي مجال او اي طريقة لتوفير المال، تمام، عشان بس نقدر نعيش حتى حياة كريمة أو بسيطة. يعني مش هقول إن احنا هنجيب حاجات وكده، لكن في ناس تقدر، ربنا يزيدها وربنا يوسع على الكل. يعني أنا بخاطب كل الفئات عشان يعني ما حدش يقول لي ده احنا مش قادرين نعيش. ده احنا، أنا عارفة إن في ناس مش قادرة تعيش، وفي ناس تتمنى تكمل شهرها من غير ديون. فأنا بخاطب كل الفئات، ويا رب يا رب يستفيد كل الناس من الفيديو. أول حاجة، أو في شوية خطوات كده لقيتها إن هي تعتبر أفضل طرق للتوفير. أول حاجة لازم نعملها ودايما بوصي بيها الصدقة. الصدقة من أي مبلغ حتى لو كان صغير، لو كان 5 جنيه، لو كان 10 جنيه، ما افتكرش ان دول هيأثروا في حاجة يعني. فلازم نبتدي صرفنا بالصدقة دي قبل اي حاجة، نسمي كده على المبلغ عشان ربنا يبارك فيه، وناخد بأسباب البركة، الأدعية بتاعت البركة بتاعت البيت، وبعدين نطلع الصدقة دي. لازم اكيد من يعني لو هي ال5 جنيه مش عاملة حاجة، حوشيها او وفريها كل يومين ثلاثة و طلعيها. كمان ممكن قوي نزود في الأكل بتاعنا شوية حتى لو حاجة بسيطة، ونطلع طبق صدقة لأي حد محتاج. تاني حاجة النية الحسنة، يعني أنوى أو يبقى عندي نية كده من داخلي إن أنا بعمل كده عشان إرضاء ربنا، بعمل كده أو بحاول أوفر أو بحاول أمشي أموري إرضاء لله، مش عشان اي حاجة تانية، قبل اي حاجة تانية ارضاء لله، عشان امشي بيتي كويس، عشان ولادي ما يبقوش محتاجين حاجة، علشان اي هدف، لكن في الاساس انا برضي ربنا، تمام. رقم 3، احط بقى هدف للادخار. شوف بقى، عايز طبعا الناس اللي دخلها كبير ممكن قوي احوش مبلغ عشان اشتري شقة، اشتري عربية، ادخل في مشروع، اعمل اي حاجة. الناس بقى اللي دخلها قليل عشان اقدر اكمل شهري من غير ديون، عشان اقدر اخلي ولادي مش محتاجين، تمام. رابع خطوة، لازم اتحكم في مصاريفي. يعني اياكي من مصاريف ملهاش لازمة، او اياك من مصادر، يعني مصادر تحويل او مصادر او قروض او سلف.
ما اقدرش، ما مش لازم اعمل كده اطلاقا. يعني انا لو مسكت المصروف او مسكت الفلوس في الاول وطلعت منها حتى لو 5% على جنب كده للطوارئ او للادخار، حاجة من الاتنين اللي دخلهم قليل اللي هم مش هيسمح ميزانيتهم بالميزانية اللي انا كنت قايلها قبل كده، 5% بس من دخلها، شوفي دخلك كام وطلعي 5% منه في ظرف كده على جنب. الهدف من كده ان انتي ما تضطريش تستلفي، ما تضطريش تحتاجي ان انتي لقرض لا قدر الله او لحد تستلفي منه. المبدأ ده ارفضيه تماما، تمام؟ خصوصا بقى يعني ما تستلفيش، خصوصا لو انت هتستلفي عشان حاجات استهلاكية. انا الفيديو اللي الديني اللي بسمعه كل يوم الصبح ده، كانت واحدة مستمعة بتسأل الشيخ، يعني عايزة، هي عليها مبلغ من الدين حوالي 7000 جنيه، عايزة مش قادرة تسدده ونفسها حد يسدده عنها. فالشيخ بيسألها بيقول لها انت يعني دخلك قد ايه؟ قالت له جوزي بيشتغل يوم ويومين لا، او يوم وثلاث ايام لا. المهم ان هي كانت بتستلف عشان تصرف، فده مبدأ مرفوض تماما. يعني انا هسدد لو حتى لقيت حد يسدد لها الدين ده، بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده برضه هتستلف تاني وتدور على حد تاني يسدد لها؟ طبعا ده منطق غير مقبول تماما. الصح بقى ان هي جوزها ينزل يشتغل في اي يوم اي شغل وتكفي نفسها بفلوس شغله ده. يعني ما ينفعش ابدا ان هو، طبعا هو طالما لقاها بتتصرف وبتستلف وبتدور على حد يسدد، خلاص هو كده ريح دماغه، فمش صح ابدا. مبدأ السلف مرفوض تماما، مشي نفسك بالمبلغ اللي ربنا قسم لك بيه وبس، حتى لو تضطري تاكلي بروتين او تاكلوا بروتين يوم واحد في الاسبوع، حتى لو تضطروا البروتين ده هو تاكلوه بروتين نباتي، اي حاجة غير انك تستلفي، تمام؟ وخصوصا زي ما قلت على الحاجات الاستهلاكية. رقم 5، افتح حسابين بنكيين، حساب للدخل او للراتب الشهري وحساب لاقتطاع مبلغ معين من المبلغ ده. يعني لو انا دخلي مرتبي ينزل على حساب، وحساب تاني يقتطع منه مبلغ من الراتب ده ولو حتى 5% او 10%، تمام؟ انا مش من هواة البنوك الحقيقة، بس دي نصيحة للناس اللي ما بتقدرش تتحكم في نفسها. الناس اللي هي لو شالت 5% من الدخل بتاعها بتبص تلاقيها في نص الشهر ايدها تتمد عليه وما تقدرش تتحكم في نفسها خالص. فده هيكون حساب ممنوع الاقتراب منه تماما، عشان يبقى صارم في انه يجبرك على الاقتطاع من دخلك او التوفير. لو الواحد دخله 3000 وصرف 3000، الحقيقة ان المبلغ اللي بيتصرف متمدد في حدود الامكانية او في حدود الراتب بتاعك، بمعنى ان انت لو دخلك 2800 جنيه، يعني لو دخلك 3000 صرفت 2800 او خدت من مكنة الصرف 2800، هتلاقي نفسك بتصرف في حدودهم، يعني الميتين جنيه دول مش هيأثروا في حاجة، تمام؟ يعني ببساطة أنا بأقلم نفسي على الدخل. لو دخلك 10000، 20000، 50000، هتلاقي برضو البيت هيستوعبهم. البيت يا جماعة بيستوعب أي دخل، فقلل نفقاتك في حدود الدخل اللي هو بعد الادخار، تمام؟ لما تلاقي نفسك الحساب بقى التاني ده بدأ يزيد كل شهر، ده هيشعرك بقى بالراحة النفسية وبالاطمئنان كده وبالأمن كده، على أساس إن أنت لا قدر الله لو حصل أي ظرف أنت معاك اللي يسد، تمام؟ كمان هيحسسك بالرضا عن نفسك إن أنت بتقدر تمشي أمورك بمبلغ وكمان بتوفر منه مبلغ. رقم 6،
تجنبي تماما او تجنب الوقوع في فخ العروض. لازم نبعد خالص خالص عن الانفاق العشوائي، لان ده بيؤدي لاستنزاف المال. يعني لو في عروض على حاجات انت مش كاتباها في قائمة المشتريات بتاعتك، اوعي تقربي لها، اوعي تنخدعي في ان في عرض لحاجة معينة ممكن قوي تاريخ الصلاحية بتاعتها يكون قرب، تيجي البيت تخسر او تفسد قبل ما انت تحتاجي لها. كمان ممكن الاستغناء عنها، ايوة هو عرض ويعتبر رخيص لكن انت ممكن تستغني عنه وتوفري المال ده. فاوعي تقعي في فخ العروض، واوعي تقعي في فخ التسويق اللي هو بيجبرنا على الشراء وبيدينا بريق كده علشان نشتري. اوعي تقعي في الفخ ده خالص، خليكي واعية. رقم 7، اما الحاجات بقى اللي انا كاتباها في قائمة المشتريات، قبل ما اشتريها اقارن بقى بين الاسعار. اروح السوبر ماركت ده، اروح السوق الشعبي ده، اروح السوق الشعبي تاني، ادور في اول السوق في اخره، ادور على الارخص، سواء في الاكل او في الوقود او في الملابس، دايما ابحث او ادور على الارخص. مش اشتري من اول السوق، في ناس في اول السوق بتبقى اغلى على اساس ان في ناس كسلانين مش بيحبوا يدخلوا لغاية جوه السوق ويمشوا كتير ويدوروا كتير. فدول الناس، دول البياعين، دول بيعتمدوا على الناس الكسلانين دول فبيبيعوا لهم اغلى شوية. طب ليه؟ طب ما انا ادخل جوه واسأل وادور، هلاقي حاجات اكيد ارخص. تمام. كمان احذري الشراء في التخفيضات. ممكن قوي تدخلي او تكوني ماشية كده جنب محل ملابس، تلاقي واو السعر رخص 50%. هو ولا رخص 50% ولا حاجة، هو اصلا ما كانش كده. يعني ممكن يقولك كان ب200 بقى ب100، هو ما كانش ب200 ولا حاجة، ده هي خداع. لكن لنفرض ان هو رخيص، لنفرض ان هو فعلا في تخفيض، لكن انا مش محتاجاله، يبقى ملهوش لازمة ال50 جنيه او ال100 جنيه دول، هوفرهم لو اني ما اشتريتش المنتج ده حتى لو انه رخيص. لازم نكتفي بشراء الحاجات احتياجاتك بس، اللي مكتوبة في قائمتك، في قائمة المشتريات بتاعتك بس، اللي انت فعلا محتاجاها بس. ما اشتريش ملابس غير لما ولادي فعلا يحتاجوا، واكون دورت في كل الدواليب، دورت في دولاب الأخ الأكبر، دورت في دولابي أنا، دورت في دولاب بابا، مفيش أي حاجة تنفع، يبقى كده محتاج، يبقى كده أنزل أشتري وبرضو أتبع الخطوات أدور على الأرخص. تمام. الرقم اللي بعد كده، اكتبي بقى النفقات بتاعتك وقارنيها بالدخل بتاعك. يعني في الشهر كده كل النفقات اكتبيها، لو هي اكتر من الدخل بتاعك يبقى انت كده ماشية غلط، يبقى انت كده استهلاكك عالي، عايشة في مستوى اعلى من مستواكي. يبقى لازم نراجع نفسنا بقى ونعيد الميزانية بتاعتنا، ونراجع كده ونشوف الحاجات اللي احنا ما كانش يجب ان احنا نجيبها وما نجيبهاش. يبقى لو انا بشتري بروتين مرتين في الاسبوع، هشتري مرة واحدة. لو انا بشتري حاجات ملهاش لازمة، يعني اي كماليات، بلاش. لو انا باكل برة، بلاش. لو انا بصرف كتير في المواصلات، همشي نص السكة، همشي على اساس دخلي واقل علشان ابقى مرتاحة. اللي هيسهل لي ده كتابة النفقات بتاعتي. في ناس دخلها بيسمح ان هي تعمل اللي انا هقول عليه ده، تقسم الدخل بتاعها 50-30-20. 50% من الدخل ده اللي هتصرفه على كل الأكل والشرب وكل احتياجاتها، 30% دي للنفقات الكمالية، لو هي بقى الأسرة عايزة تخرج مرة في الأسبوع،
لو هي عايزة تعمل حاجة، يعني تروح رحلة، تجيب هدية، تعمل أي حاجة بال30% دي، ال20% للإدخار. طبعا ده للناس اللي دخلها بيسمح بكده، يعني اللي دخلها عالي شوية. تمام. في ناس ما تقدرش على كده. الناس اللي ما تقدرش بقى زي ما قلت هتدخر 10% أو 5%. أيوة هيبقوا حاجات بسيطة، لكن مع الوقت ممكن قوي كل يوم أحط معاهم كده 5 جنيه، كل يوم أحط 2 جنيه، كل يوم أحط، حتى كأني مثلا ابني اشترى بيهم أي حاجة حلوة، كأني رحت مثلا جبت حاجة زيادة، كأني أي حاجة، المهم أحط مبلغ كده كل يوم مع ال5%. صدقوني هيجمع مبلغ هينفعكوا في أزمة من الأزمات. تمام. النصيحة اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده، أفضل وقت للإدخار دلوقتي، دلوقتي حالا، مش النهاردة، دلوقتي حالا. في ناس بتأجل الإدخار، تقول مثلا الشهر الجاي، أنا هبدأ من الشهر الجاي، أنا هعيش كده الشهر ده وبعدين الشهر الجاي هبدأ، أو السنة الجاية هبدأ، يكون المرتب على شوية، أو يكون أي حاجة حصلت. لا، غلط تماما. لازم نبدأ من دلوقتي، وأي مبلغ ندخره نستثمره. الاستثمار ده بقى قصة تانية خالص، لازم نبحث وندور في كل المجالات على ما يعني حاجة نستثمر فيها فلوسنا، حاجة تناسبنا، حاجة تناسب المبلغ اللي احنا ادخرناه حتى لو صغير، حاجة احنا بنحبها، هواية معينة. نشوف، ندور على هواية معينة أو مجال نستثمر فيه فلوسنا، وأي مبلغ بقى ندخره نشتري بيه مستلزمات للمجال ده، أو نحوشه، أو نشتري بيه سبيكة الذهب، أو أي حاجة للاستثمار. ما نخليش الفلوس كده عندنا وقيمتها بتقل، أحوش كل شهر 100 جنيه لغاية آخر السنة يبقى معايا 3000، يكون قيمة ال3000 بقوا 1500 ويمكن 1000 كمان. لا طبعا، أنا هحاول أساير العصر وأقرأ بقى في المجال المالي ده كتير، وأتعلم إزاي أرشد النفقات بتاعتي علشان أقدر أعمل حاجة. تمام. الرقم اللي بعد كده، التوفير بيبدأ من البيت. إزاي؟ ما نسيبش الأجهزة الكهربائية الكوبس بتاعها أو الفيشة بتاعتها فيها طول الوقت. أول ما نخلص أي جهاز نشيل الفيشة بتاعته، أي مشترك نشيل الفيشة بتاعته، ما نحطش أي أجهزة غير في الأوضة أو في المكان اللي احنا قاعدين فيه. تمام. طبعا ما عدا التلاجة والديب فريزر، دول بيخسروا، دول المفروض التلاجة كل 10 أيام، الديب فريزر كل شهر. كل شهر أفصل الديب فريزر 24 ساعة، ودي نصيحة فني، وأنشفه كويس علشان دي صيانة له، وكمان منها توفير للكهرباء. لكن بقى مروحة، خلاط مثلا، كتل، سخان، أي حاجة أشيل الكوبس بتاعها فورا بعد استخدامي. تمام. أي أجهزة زي ما قلت، أو أي أنوار، أو أي مصابيح كهربائية في أوض تانية أو في مكان تاني، أعود ولادي يطفوها فورا، ما يبقاش في أي حاجة شغالة غير في المكان اللي أنا قاعد فيه. كمان أقفل الحنفية، ساعة غسل الأسنان، ساعة حلق الدقن للزوج، لأن ساعة غسل الإيدين، المواضيع دي بتوفر 10 لتر في الدقيقة. تخيلوا قد إيه، 10 لتر في الدقيقة. هتقول لي إزاي أغسل سناني والحنفية مفتوحة؟ هفتح وبل الفرشة وبعدين أقفل تاني وأغسل سناني وبعدين أفتح، ما سيبهاش سايحة كده وسايلة على الفاضي على الحوض، لأن ده زي ما قلت بيوفر 10 لتر في الدقيقة. تخيلوا في الدقيقة الواحدة، فما بالك بقى في الشهر بكام، وهيوفر عليكي كام. عودي ولادك وزوجك على كده، وعودي نفسك على كده. غسل الإيدين، أصب إيدي، أفتح
لغايه ما ابل الصابونه او اخد الشاور او اخد الهاند غسول الايدي، وبعدين اروح اقفل تاني لما صبن ايدي كويس قوي واصبن بقي واعمل اللي انا عايزه افتح تاني. تمام. طيب كمان اعمل ايه؟ اظبط المكيف لو عندي على حرارة مناسبة، ما خليهوش عالي قوي، ما خليهوش السخان يعلى قوي، لا هظبطه على حرارة مناسبة، وده في الوقت اللي انا محتاجه بس، لكن في وقت تاني لا. تمام. طيب لو في عيد قرب او مناسبة وعايزة اشتري هدية او اتسوق، لازم اكون كاتب قائمة او كاتبة قائمة بالمشتريات والتزم بيها بصرامة، ما اروحش ابص على حاجة تانية ابدا، ما ادورش كده واقول هتفرج على حاجات تانية، لازم هتدبس، لازم هجيب حاجة ملهاش لازمة، فالتزم بالقائمة اللي معايا. لازم اي تسوق يبتدي يكون معايا قائمة. في بقى حاجات لازم اتجنبها لو انا هبدأ بقى في الادخار، اتجنب الحاجات دي لو انا هبدأ في الادخار. تمام. اول حاجة اتجنب شراء منتجات رخيصة الثمن. يعني لو انا اشتريت مثلا عجبني جدا شنطة لقيتها رخيصة وحلوة ولفت نظري انها رخيصة، دي تأكدي ان هي بعد شهرين ثلاثة هتشتري غيرها، يبقى خسرتي فلوس الشنطة الرخيصة وخسرتي فلوس تانية عشان تشتري واحدة تانية. انا اسف. كمان بالذات الموضوع ده في الاجهزة الكهربائية، لو انا اشتريت جهاز كهربائي رخيص يبقى انا كده بضيع الفلوس على الارض. تمام. لازم اتحرى واسأل وادور كويس جدا على الماركة الحلوة حتى لو غالية شوية، علشان دي هتقعد معايا وهتعيش معايا. تاني حاجة اتجنبها، تجنبي شراء مواد غذائية بكميات كبيرة. يعني ما لاقيش مثلا عرض على مكرونة 5 اكياس بكذا واروح شاريها واقول اه دي هتوفر معايا للشهر الجاي، لا، مواد غذائية على قدك بالظبط. برضو وانا بطبخ الرز على قدك بالظبط، الا لو انت ناوية تعملي صدقة زودي فرد. في مج كده صغير بياخد يعني بيكفي طبق رز معقول لكل فرد، عايري كده او قيسي قبل ما تطبخي الرز، ما تدلقش كده من الكيس واقول حبة وخلاص انا عارفة بالبركة هم دول، لا، خلي كل حاجة عندك مظبوطة علشان افضل ان هي تكفي على قدكم بالظبط. تمام. ممكن برضو لما اشتري مواد غذائية بكمية كبيرة تاريخ الصلاحية بتاعتها ينتهي، فانا كده ما استفدتش، خصوصا بقى الفاكهة والخضار ما اشتريهمش ابدا بكمية كبيرة، لان اكيد هيخسروا اكيد، واكيد مش هستفيد بيهم حتى لو تمنهم رخيص. اعرف واحد بياع باع الموز بتاعه 5 كيلو مثلا بنص السعر، عرض كده. طيب 5 كيلو دول هل هقدر اكلهم في يوميها؟ طب ما انا لو بيتهم لتاني يوم هيسود. طب لا، حتى لو كلتهم في يوميها ايه الداعي ان انا اكل 5 كيلو موز في يوم واحد؟ فكده مش توفير خالص. اوعي تتغري بالحاجات اللي هي رخيصة دي، وتتجنبي شراء مواد غذائية بكميات كبيرة. برضو تجنبي الزيارات الغير منتظمة لطبيب الأسنان. طبيب الأسنان لازم كل فترة دوريا كده، كل فترة يحددها الطبيب أروح لطبيب الأسنان. ليه؟ لأن أنا لو عملت كده بتجنب حاجات ممكن تحصل بمبالغ كبيرة. طبعا طب الأسنان دلوقتي بقى غالي جدا، فانا لو رحت له مثلا الطبيب قال كل شهرين اروح كل شهرين، هلاقي مثلا حاجة بتبتدي هيعالجها مثلا ب 200 جنيه، لو اتأخرت 3 شهور هيعالجها ب 500 جنيه، لو اتأخرت 6 شهور هيعالجها ب 2000،
طب انا كده ليه؟ طب انا كده اولا خسرت اسناني، ثانيا خسرت فلوس اكتر. فتجنبي الزيارات الغير منتظمة لطبيب الأسنان. رقم 4، تجنبي الاستثمار لغاية ما تكوني غنية. في ناس بتأجل الاستثمار لغاية ما تبقى غنية، يعني المبلغ اللي أنا بحوشه كل شهر مش كبير، المبلغ اللي حوشته في الشهرين ثلاثة مش كبير، أنا مش هستثمر غير لما يبقى معايا مبلغ كبير. طبعا ده خطأ جامد جدا، لأن الفلوس قيمتها بتقل والتضخم بيزيد، وكده يبقى مش هتستفيدي بالفلوس بتاعتك ولا كأنك ادخرتي. تمام؟ الصح زي ما قلت، يا إما سبيكة ذهب، ودلوقتي في سبايك من أول 1 جرام. تمام؟ اشتري سبيكة ذهب، أو اشتري مستلزمات للمشروع اللي انتي هتعمليه، أو اشتري أي حاجة تمنها بيغلى. تمام؟ برضو تجنبي البنوك، لأن هي مش صح من الآخر، يعني مش عايزة أدخل في تفاصيل. رقم 5، تجنبي الديون. لو أنتي بدأت في الادخار تجنبي الديون تماما، اعملي أي حاجة عشان تتجنبي الديون. تجنبي تستلفي من جارتك، تستلفي من أهلك، تستلفي من أي حد، أو الدخل الناس اللي دخلها كبير تقترض من بنك. اوعوا القروض يا جماعة، بكل قوتي بقول لكم بلاش القروض، حتى لو هتعملوا بيها ايه، دي مشروع فاشل جدا. مشروع هعمله بقرض، مشروع فاشل جدا. تمام؟ رقم 6، تجنبي الاعتماد على بطاقات الائتمان، يعني الشراء بالفيزا بالكارت الائتمان. ده بيخليكي بتشتري حاجات كتير وانتي مش حاسة، وده بيوقعك برضو في فخ الشراء بعشوائية، وكمان بيخليكي تبعدي تماما عن الادخار. الرقم 7 والأخير، تجنبي عدم الالتزام بالميزانية، يعني التزمي بالميزانية بتاعتك اللي انت عاملاها أول الشهر، عشان دي أحسن حاجة هتخليكي تنفقي كل مليم أو كل جنيه دلوقتي في مكانه، اي مبلغ تصرفيه في مكانه. عشان كده لازم بنقول الميزانية. طريقة الميزانية انا عملتها كتير قبل كده، بس لو عايزينها تاني قولولي اعملها لكم، مفيش مانع خالص. تمام؟ ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، يا رب يعجبكم، ويا رب تستفيدوا منه، ويا رب يوسع رزقنا كلنا، ويا رب ينصر بلاد المسلمين. وبحبكم جدا جدا، وبحب تعليقاتكم، وبتمنى لكم كل خير، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. ألف سلامة.